بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثاني عشر من الفصل الأول لمقرر هندسة البرمجيات. في الجزء ده يا جماعة هنبدأ نكمل كلامنا عن المينتال هيلث كير انفورميشن سيستم، أو نظام المعلوماتي للمرضى ذوي الاحتياجات العقلية، وهنشوف الأركيتكشر الهيكل العام له هيبقى شكله إزاي. بنقول مع بعض ذا اورجنايزيشن، تنظيم المينتال هيرث كير انفورميشن سيستم للبيشنت انفورميشن سيستم. معايا يا جماعه؟ طيب بيبقى ايه؟ احنا قلنا ان في بيشنت داتابيز، اكيد هيبقى في قاعده بيانات لمين؟ للبيشنت، مش كده ولا ايه؟ تمام. واحنا لو انت تفتكر قلنا ايه كمان؟ قلنا ان هيبقى في كلينكس، في عيادات، مش كده؟ اذا هذا البرنامج توقع انه هيكون مستخدم من عدد من العيادات، يعني ممكن يكون لوكال في مكان معين، لوكال يعني موزع في انظمه مختلفه على كلينكس مختلفه، وفي قاعده بيانات عامه للمريض، اي واحد من اللوكال اللي هنا دول ممكن يدخلوا عليه على قاعده البيانات دي، مش كده؟ لكن الدخول هيكون عن طريق مين؟ هيبقى عن طريق سيرفر خادم، مش كده؟ هو اللي بيتيح الدخول على ايه؟ قاعده البيانات لمين؟ للعميل. معايا يا جماعه؟ اذا بفرض لو انا عندي الثلاث عيادات، ثلاثه كلينكس، واحد اثنين ثلاثه، كل دول يقدروا يشوفوا البيشنت داتابيز، لكن عن طريق مين؟ سيرفر. احنا بنقول الكلام ده ليه يا جماعه؟ بنقول لانك انت تحليلك للنظام يقدر يفهمك ايه البرامج اللي انت هتستخدمها، وايه الاساسيات اللي انت هتستعمل معاها، وايه الهاردوير المكونات اللي انت محتاجها. طبعا معناه الكلام اللي انا قلته دوت انك انت اثناء بايه بناء النظام هترشد وتقول خلي بالك انت محتاج تصمم داتابيز كمان، وهتقول كمان انا محتاج سيرفر خادم عشان ايه؟ عشان من خلاله اقدر ادخل الداتابيز. معايا يا جماعه؟ اذا الموضوع مش استنتاجات، لا، الموضوع بناء على خبرات تراكميه ومناهج انت بتنتهجها علشان تحقق الهدف بتاعك. معايا؟ طيب اخر حاجه بنقولها، نقول ايه بقى؟ خلي بالك هذا ايه؟ بعض الموضوعات الخاصه بالمنتال هيلث كير انفورميشن سيستم، حاجه اسمها البرايفسي، خلي بالك ده لها خصوصيه. يعني ايه؟ يعني المعلومات اللي انت بتتعامل معاها ديت خاصه بايه؟ بهؤلاء المرضى، ولو سمحت طبعا انت عارف ان ايه؟ ان اي مريض ما ينفعش ايه؟ ننتهج الخصوصيات بتاعته، او نطلع معلومه عنه هي ايه؟ خاصه بيه هو، مش كده ولا ايه؟ اذا هي كونفيدنتال او خاصه سريه، المعلومات اللي انت بتتعامل معاها تبقى معلومات سريه، مش كده؟ ولو سمحت ايه؟ ما نقولهاش لاي ايه؟ حد خالص. ليه؟ لان ده سر. معايا؟ ايه كمان؟ سيفتي، لابد ان هذا البرنامج يكون ايه؟ امان وحمايه. امان وحمايه ليه؟ لان هو على درجه من الخطوره شويه. ليه؟ لان هؤلاء المرضى ساعات في بعض الاحيان بيكونوا خطر على الايه؟ على الاشخاص اللي حواليهم، بيكونوا دينجر تو اذر بيبل، فلازم السيستم بتاعي يكون سيستم سيف، يعني بسرعه يقدر يتعامل مع المريض، بسرعه اقدر ادي معلومات للطبيب عشان يقدر يتعامل معاه بسهوله وبسرعه. كمان لازم يكون السيستم ده افيلابل في اي وقت، لان السيفتي معتمد اذا كان هو افيلبل ولا لا، مش كده؟ اذا افرض لنفرض ان هذا المريض كان خطر في الوقت الحالي، يبقى لازم هذا السيستم يكون موجود عشان اقدر اعرف ايه الدواء اللي هياخده دلوقتي، ايه الكميه اللي المفروض ياخدها، اتعامل مع المريض ازاي كطبيب، طبعا اتعامل مع المريض ازاي. تمام. اذا في بعض الحاجات خلي بالك منها. طب الكلام ده احنا بنقوله ليه؟ عشان وانت بتصمم البرنامج تاخد بالك من المواضيعات دي، ولازم تعرف انه لازم يكون افيلابل. لما يكون محتاج يبقى افيلابل، يبقى اعمل ايه؟ ممكن مثلا على سبيل المثال يكون موجود على سيرفر سريع، مثلا يكون موجود على سيرفر ذات امكانيات عاليه، بحيث ان هو ايه؟ ان اي حد ممكن يدخله بسهوله، كويكلي، بسرعه، ايزلي، بسهوله. معايا يا جماعه؟ السلام عليكم ورحمه الله.